السلام عليكم الشباب. Welcome to our first lesson in week Good 5. morning, Miss. Okay, in week 5, in a special Arabic class in foreigners. Grade 12, we will remember what we took last time. We solved the questions about درس الأمثال العربية. I gave you the first page. Any questions? Any questions? Please listen to me as a homework. Just fill in the blanks from the paragraphs, from the lesson. Yes. No need to solve it together. That's why I gave you this, the first page as a homework. Now, second page, I did it in the last video. You can check it in the video. الجموع التي تحتها خط وردة في النص, اكتب المفرد لكل منها في الفراغ. You have to write the singular of each word they underline. أمثال مثال الأمثال مثل مثال مثل صح شو مثال مثل 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 أوكي ديفيد واي محمد خضري yes miss أوكي now you want from me to solve it I will solve it again this part لا 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 من هلا أمثال مثل في صدور عصر لحظة ديفيد let the miss أوكي أوكي please Now, مثل لم يحدث هذا في أي what عصور what the singular عصر عصر كل what the singular of قصص قصة لكل قصة قصة أوكي تجولت في غرف الشقة غرف what the singular رشاد بدي رشاد what رشاد yes what the singular of غرف غروف غرفة 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 yes غرفة I know easy okay كل جوانب هذه الحضارة جيدة إلا هذا علي قاسم علي قاسم جوانب إيش المفرد ما هو ما مفرد جوانب الجانب سبيس ملكة إنجلترا في أقدم قصور أوروبا محمد خضري محمد خضري كل قصور وذا سينجلر مفرد قصور قصور يا قصور قصص قصر 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 يهتم المسلمون بكل ليالي وذا سينجلر ليلة مين مس ليلة أي من أيام مدى سنجلر موسى يوم أوكي. يوم يوم لدى يوم. لدي مواعيد يوم. كثيرة ولا أعرف إلى أي موعد موعد أذهب كل هؤلاء الرجال سنجلر أوف الرجال إلا هذا الرجل إلا جب الرجل الرجل استنى 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 شكرا بس استنى بدي اعمل لكم ميوت ليش ليش اوكي ناو اي ويل جو اي سولف ات بليز كوبي ات يو كوبي ات اوريدي يس ويت بسم الله الرحمن الرحيم ورايام بسم الله Okay, I'll go down now. Second exercise. Waim. Waim means match. بين الكلمات في القائمة ألف ما يناسبها في القائمة تبا. واكتب العبارة في جي مستفيدة من النص. You will match between two words and write the sentence here. I will not write it for you. العبارة for you have to write it by yourself. Copy it by yourself. أحسن. أحسن. Yes. أحسن what? أحسن. اليوم. Is, يوم 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 يوم
ارشاد دون بي نيرد بليز. الجزاء جوانب 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 ب جوانب القصر داتا داتا لا نعم يوم داتا يوم زمن زمن كيف تقل قتل دقل خليها على جنب خليها آخر شيء أوكي. طيب إحدى الليالي إحدى الليالي منعه منع الدقر أهل الشتاء صح أهل الشتاء أهل wait 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 أهل الدية بس لحظة أشوف أنا ماشي أهل الدية it's after the one below it الياد أوكي زمن وير أهل الدية أهل إز حقيقة الأمر لك أهل الدية طيب لحظة حقيقة الأمر ديفيد يس مس اعمل ميوت عندك عم بطلع okay. صوت عندك اوكي I'll make it again لانه انا شلت موسى اوكي now قبول وات من تحت قبول ال مش الليالي صح قبول الشتاء قبول الشتاء لا والله حقيقة الأمر أهل المقتول أهل المقتول يا خلف جزء خلف جوانب القصر داتا يوم يوم أوكي يوم قبول الدية إحدى الليالي منعوا منع الثأر خلف الميعاد what خلف الميعاد الخلف بعد في ميعاد شتاء لا لا هذيك okay. زمن الشتاء yes. now you will write each two words with two words together put it in the line yes it's line. clear محطوط بال yeah. انا عملته بالفيديو بالفيديو بتلاقوه the last video yep now miss how do you write how do you write these every word you match together you yeah, just match, write them beside yes. each other on one line you match it two words together yeah put it in the line the two words you match it together oh okay mystically yeah. with a slash okay now I will go down next page 9 do you have a book no we don't have the book I have it on my phone يعني مفروض you have to download it and set it up laptop ايوه اوكي no problem بس did you انتوا عملتوا له download خلص I use it on my phone normally هات من النص الكلمات لحظة يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم
عارف اتحكم بالسكرين. شفتها في ماينس. انا بدي انزل للصفحه اللي وراها عم بتنزل لي. اوكي هات من النص الكلمات تشير اليها التعريفات الاتي. هذا مهم. This exercise is important. معاني الكلمات. The meaning of. هذا IMP. مهم جدا. شخص يصنع الأحذية ويصلحها. This cafe. The meaning. From the paragraphs. Paragraph. بناء كبير من غرف كثيرة ويسكنه الملوك والأمراء. قصر. 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 حيوان كبير الجسم يعيش في الصحراء. شو اسمه؟ شو بيسموه بالعربي؟ جمل. جمل. شجرة طويلة تنبت في المناطق الحارة والمعتدة ثمرتها تسمى تمرا. النخلة. نخلة. أوكي. شجرة طويلة. أوكي. فينيش. نمبر. أوكي. فصل من فصول السنة يكون فيه جو باردا. شتاء. الشتاء. مال يدفعه القاتل لأهل القتيل. الدية. الدية. وصل من فصول تشد فيه الحرارة. الصيف. شو اسمه؟ صيف. يس. مكان واسع أرض تكثر فيه النباتات. مكان واسع من الأرض. القصر. الغابة. النخلة. غابة مساق واحدة غابة. مكان واسع في من الأرض تكسب فيه النباتات لتأكلها الحيوانات. غابة. الغابة. أور المرعى. الاثنين صح. شوفوا شو جاء بالدرس بالتكست. يا غابة يا ما المرعى. مزرعة. ما كان ورد بالنص مزرعة. كان مرعى. المرعى يلغب. الاثنين صح. بقول لك الأرض تكسب فيه النباتات تأكلها الحيوانات. المرعى. خلاص. ناو أخذت سكرين شوت أو شيء. يس. ناو هو سهل بس تركزوا شوي. بده تركيز ما بده تسرع. في طلاب بلاقوا الأسئلة سهلة وشو بتسرعوا في الإجابة. لما يتسرعوا بالإجابة ما بتأنوا شوي شوي فبغلطوا كتير. AKA ديفيد. في شاطرين كتير بغلطوا بتسرعوا بشوفوا الأسئلة سهلة. واو سهلة كتير بعرف كل الإجابات. سبحان الله بغلطوا فتأنوا شوي شوي. لحظة عم بطلع معي. ما عم بتحكم بال. بسم الله. How many minutes for the period? We still have time. We have 14 minutes. Good. So you have more than 10 minutes. No, no, 10 minutes. You have to go early. You're American. لا اقرا كل عباره خلاص لازم نروح لو سمحتوا لو سمحتوا اقرا كل عباره وانسج على منوالها. شو يعني make the same example the same sentence they gave you they give you okay. example you have to do the another sentence the same example they gave you. اعجب اعجابا شديدا. حارب 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 محاربا محاربة. لحظة قاسية قوية. حاربة محاربة حاربة قوية. شديدة شديدة. يا لازم التنوين هاي. حفظ حفظا القرآن الكريم. حفظا حفظا طويلة. لا حفظا جميلاً. حفظ حفظا شديدا. تيجي تربية شو تربى. تربى تربية شديدة شديدة.
شديدة. شديدة. تأخذ الكلمات السهلة لكم تكتبوها. أوكي. Use the words you can write it. مثلاً هون قراءة جميلة. شديدة. جميلة جميلة شديدة. قراءة قراءة جميلة. طيب أوكي. فعل. فعل فعلاً. فعلاً. فعلياً. ها. فعل فعلاً. فعل فعلا يعني نايس جميلا مش مش حلوة حلوة طيب خلاص إذا عاش بني قصورا أخرى فسيبني قصورا أخرى إذا فاز يفوز جوائز أخرى هذا مهم يفوز جوائز أخرى هذا الإكسرسايز important إذا فاز يفوز فيفوز جوائز أخرى فسيأخذ جوائز فسيأخذ جوائزا كثيرة جديدة كثيرة فسيأخذ جوائز كثيرة كثيرة إذا غفل إذا غفل بس إذا غفل يفقد فسيفقد إذا غفل فسيفقد يوم يوم خلاص يوم 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 أو فسيفقد أور امتحانه يفقد وقته وقته امتحانه وقته وقته all of it is correct عرفنا كيف هيك حيجيكم بالامتحان هذا سهل ممكن أجيب هذا السؤال كم سؤال مساعد للطلبة لا 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 كتابة أجيب سؤال مساعد للطلبة الضعاف عرفت كيف هذا سؤال مساعد مسمي مثلا مشكلة مثلا على الكيبورد تبعي ما عندي عربي عندي بس انجلش مكتوب حروف انجلش أنا حتى مثلا مس I don't know how to type Arabic مشكلة لازم typing لأنه الامتحان ممكن بعد 10 أيام بشوف كيف أنا نظام الامتحان كيف حنعمله ممكن كله multiple choices عرفت كيف؟ بس if it's multiple choice it's easier multiple choice اسمع عليك اسمه miss make it multiple choice I'll try of course we don't know how to type خلاص خلي باقي علينا أنا لو سمحتوا خد سكرين شوت أو اكتبوا يلا بدي أمحي اللي كتبته خلاص بدي أمحي مس I'm eating my lasagna give me a minute خلاص I will erase خلاص can I erase it I will erase it don't worry I'm eating hot dogs خلاص I'm okay now my lasagna لو سمحت 12 I'm being Italian today okay sorry man get back to your lasagna I لحظة I didn't complete the exercise. Wait. I have this lasagna. Muhammad. Yeah, sorry. Don't this. American fly. Okay. Rashad. I'm recording. Miss what? I'm recording. Oh. Sorry, sorry, miss. Okay, now. Here, إذا غضب جيم إذا غضب ها فسيفقد أعصابه. خلصنا. لا. لسه لسه. فسيفقد أعصابه. إذا إذا give me your own sentence. Your own sentence. إذا درس. سينجح. فسينجح بامتحانه فسينجح بامتحانه في الامتحان اوكي finish I will erase yes
Okay, I'm going down. Wait. Next page. Which page? Wait. هذا لل sorry. كانوا أحد أخواتي. كانوا أخواتي. We took it in grade 11, but I repeat again as revising. يتذكر المتعلم كانوا أحد أخواتي. كانوا أحد أخواتي. It came before the nominal sentence. الجملة الإسمية. ده أعطيكم جملة إسمية. أحمد كان طالب إنسان لطيفا مجتهدا. This a normal nominal sentence. Normal هذه العادية الطبيعية الجملة الإسمية. أول واحد نسمي مبتدأ. أول ركن خبر. دائما مرفوع بالضم المبتدأ مرفوع دائما هذا مضاف إليه. لا آخر واحد أحمد طالب مجتهد. مجتهد هاي صفة. صفة صح. أحمد طالب هاي خبر مجتهد. متى بتعرف إذا صفة متى بتعرف إذا مضاف إليه؟ لأن الضمة شايف في ضمة ما صفة طالب يا صفته إنه مجتهد. yeah. wait the screen. okay. صفة يتبع الموصوف مرفوعة. صفة مرفوع بالضمة. أحمد طالب مجتهد. ما صفة الطالب مجتهد. Yeah. Now كان I'll add كان before. What it will change? شو اسمه التنوين؟ بغير الخبر. والمبتدأ بتضلها زي ما هي بس بنسميه بصير طالبا صح؟ بتصير مبتدأ بتتغير اسم كان مرفوع بالضمة. مبتدأ بنسميه اسم كان. إذا كان جاء إذا جاء قبل المبتدأ كان أو إذا جاء قبل الجملة الإسمية كان أو إحدى أخواتها. طيب وخبر كان شو بصير هون؟ بصير التغيير طالبا. بصير طالبا الخبر بتغير بدل ضمة بصير فتحة. from ضمة to the فتحة. يصير خبر كان مرفوع تشيل مرفوع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره بالفتحة. أوكي عرفت وين التغيير؟ وين التغيير؟ in second word. in second word this first word this second الخبر. أيه the change it happened where يا رشاد؟ رشاد Yes, miss. The changing where it happened. There. Where there? I don't know, miss. It's confusing. Confusing in second word. Again, I repeat again. Any sample sentence give me. David is nerd. True. Funny moment. We just use something like that, Rishad. David. Yeah. Talibun mujtahidun. Help me with bilingual. Now, this. Okay. The Rashad. Yes. هذه جملة اسمية أم فعلية؟ اسمية. 50-50 am I right? Okay, ismiya starting with David. Noun. Starting with noun. Yes. David, ism. Okay. Wait.
Please both mute, all of you. Why? Okay. David. David مبتدا. مرفوع بالضمة. طالب خبر مرفوع بالضمة. Okay. طيب. This we call it جملة اسمية. The normal nominal sentence. Normal. Original. جملة اسمية. Okay. Now I will add Sara or Kana or ليس. Now what it will change? Look the changing here. It will change the خبر. Uh-huh. You're طالباً. طالبون. هلا بدنا نضيف نضيف هلا نضيف. Wait. Okay. نضيف كان. ديفيدون ديفيدون طالبا. Look what it will change. Ah yes. ديفيدون. هاي بتروح. رشاد. 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 فعل yes. ماض ناسخ. لازم تنقله ولازم